كل حاجة بدأت في مدينة كيكي في الصين، ولادة أول طفل منير في العالم. أكيد أم الولد ده كانت قمر، وهي خلفت قمر فعلا. وبعد كده بدأ المواليد أصحاب القدرات الخارقة في الازدياد والانتشار في العالم، ولحد الآن محدش يعرف ده سببه إيه. وحوالي 80% من سكان العالم أصبح ليهم قدرات خارقة، ومنهم اللي استخدم الميزات والقدرات دي في فعل الخير ومساعدة الناس، وإنه يقضي على الشر تماما. وبكده بدأ مفهوم الأبطال الخارقين في العالم كله. ولكن زي ما في أبطال في برضه أشرار، أمال يعني القصة هتمشي أبطال بس يعني ولا ايه؟ وعلى الجانب التاني بقى بنشوف ملك الشر شيجاراجي تومرا، الشخص اللي اقسم انه هيقضي على جميع الابطال، ورئيس منظمه اسمها جيش التحرير، ودي هدفها بس انه يقضي على الابطال، وده عشان حاسين ان الابطال بتتحكم فيهم وهم مش عارفين يستخدموا قوتهم زي ما هم عاوزين. وبيقود اكتر من 100,000 جندي، وكلهم برضو من اصحاب القدرات الخارقه. دي شكلها هتبقى مجزره. وفي اليمة التانية الابطال بيجي لهم خبر عن منظمه الاشرار، وكمان عن كل تحركاتهم، وده عن طريق بطل سري بيتجسس عليهم، واللي هو بيعرفهم كل حاجه، واللي بالمناسبه اسمه هوكس. لكن بتشوف شيجاراجي وهو بيكون متصاب باصابات خطيره من القتالات اللي خاضها دي، والدكتور بيقول له انه محتاج 4 شهور عشان تتعالج بالكامل، وبالمره هنطور قوتك، يعني هنزيد قوتك اضعاف اضعاف. والدكتور ده كان شغال مع اخطر شرير عرفه التاريخ، اول 4-1، يعني مش دكتور على الله حكايته. قال له هو ده اللي انا عاوزه، كل ده عشان احقق الحلم المنتظر، اباده الابطال عن بكره ابيها. بيعدي شهرين وبنشوف هوكس وهو بيدور على شيجاراجي اللي اختفى فجاه من قدام عينه، وبس الاشخاص المقربين منه عارفين هو فين. وبيجي له الشخص ده، هو اللي بالمناسبه اسمه جين، وده عنده قدره المضاعفه، يعني يقدر ينسخ نفسه 1000 نسخه في ثواني، وده من الاشخاص المقربين ليه، وده مكلف بمراقبه هوكس عشان لسه المنظمه مش واثقه فيه. لكن بالله هوكس بيضحك وبيقول لهم الله عليكم، انتم اللي جتولي برجليكم. بياخدوا الواد ده وبيفضلوا يتمشوا مع بعض، وبيفضلوا يتكلموا طول ما هم ماشيين، يعني كده هو بيراقبه، لحد ما بيقول له جين انه سمع من احد المنظمه عن كلمه عقيده، ممكن تفهمني ايه هي؟ قال له تعالى، وهوبا اخده على مكان ما في سبوره قدامه، وبدا يشرح له ايه كلمه عقيده. وهو بيشرح له بيدحلبه في الكلام، لحد ما الواد ده قال له بالغلط، قال له شجراجي في جبل كيوتو في المستشفى اللي هناك، وده عشان يكون اقوى، والموضوع ده هياخد منه 4 شهور. ايه الواد ده؟ قال له على كل حاجه حرفيا، بس بقول لك ايه، الكلام ده بيني وبينك يعني ما تعرفش اي حد بيه. قال له يا اسطى ده من عيني، سرك كبير وكبير غويت يا معلم. وفجاه الواد ما كملش 10 دقايق وبلغ كل الابطال والشرطه مع بعض. الكل اللي بدا يجمع المعلومات عن المستشفى دي، واللي بيكون صاحبها الدكتور جراكي، وده نفس الدكتور اللي شغال معاه شجراجي، بيراقبوه وبيعرفوا فعلا انه شغال مع شيجاراجي، وكمان هو اللي كان بيصنع وحوش النومو. وفي كمان مكان سر تحت الارض وملهوش طريق غير واحد من المشرحه، ومفيش حد يعرف بيه غير الدكتور جراكي بس. الابطال بيحللوا المكان وبيعرفوا ان المستشفى قريبه جدا من مدينه سكنيه ومليانه ناس واطفال، والدنيا متعمره على الاخر. وهم بقى خايفين يهاجموا عشان اكيد هيجي دعم من منظمه التحرير على المستشفى وتحصل حرب ما بينهم، وبكده هيخسروا ناس ملهاش ذنب في الحرب دي، يعني هم مش عاوزين يعملوا نفس اللي حصل قبل كده مع اول 4-1. بيقسموا نفسهم لاربع فرق، اندي فور والابطال الاقوياء هيهاجموا على المستشفى، والفريق التاني هيهاجموا على مكان جمعية التحرير، وكل ده عشان يشغلوهم لحد ما يخلصوا. والفريق التالت هيكون من الطلاب اللي مستواهم متوسط، وده عشان يكون الدعم لكل الفريقين. اما بقى حراسة الشرطة فدول هيحموهم من الخلف عشان لو حد يفكر يهاجم من وراهم ولا حاجة، وكمان عشان يساعدوا الناس في الاخلاء من هناك. الكل طبعا بيوافق على الخطة دي وبيستعدوا كلهم، وكل واحد منهم بياخد موقعه وبيقف فيه، وكلها الثواني والاشارة هتبدأ ما بينهم. واول خطوة بياخدها اندي فور وبيهاجم على المستشفى، بيلاقي البطل المتخفي اللي كان بيتجسس عليهم، بيقول لهم من هنا، بيأمر ميراكو انها تروح للمشرحه. ايه البنت دي ما بتصدق وبتطير على طول. جراكي ماشي ومبسوط باللي هو بيعمله، وفجاه بيلاقي اللي جاي من وراه وبيقول له اقف عندك يا صانع النومو. الدكتور بيجي له حاله رعب وبيتخض وشكله هيعملها على نفسه، بيحاول يهرب لكن بيمسكوه من رجليه وبيوقفوه. انت بتعمل ايه يا عم؟ ايزو بيستخدم عليه قدره المحو، وبنشوف انه بقى بيكبر في السن، وبيطلع ان عنده ميزه سر الاعمار، يعني ما بيكبرش خالص. بيقول اه هي دي بقى، هي دي القدره اللي كان بيستخدمها اول 4-1، وده بيفسر لنا هو ازاي عايش لحد دلوقتي، وكمان عنده سرعه التجديد الفائقه، وده كمان بيفسر لهم ازاي النومو دول كانوا بيستخدموها. الراجل ده كان بيستخدم الناس وبيعمل عليها تجارب وبيزودهم بقدراته وبيحولهم لنومو، وكمان بيخلي ادمغتهم دول عاملين زي الكمبيوتر كده، وبيديهم الاوامر بتاعتهم زي ما هو عاوز. بيجي الشخص ده وبيقول له ازاي كده، ازاي تحول صديق ليا بالشكل ده؟ الواد بيصرخ فيه ومتغاظ منه وعاوز يديله فوق دماغه، لحد ما بيجي له الناس دي وبيبعدوها عنه. في الوقت ده كانت الابطال بتخرج كل الناس من المستشفى، وده تحسبا بس عشان لو في هجوم ولا اي حاجه. ميراكو هي كمان بتكسر الباب اللي في المشرحه وبتدخل منه، وفجاه بتحس بحاجه غريبه قدامها وبتبلغ اندي فور على طول، لكن وفجاه بيلاقي النومو خارج له من تحت رجليه، وكمان النومو ده اول ما بيطلع بيقتل الدكتور ده، لكن بتشوف الدكتور ده طلع نسخه من الطين. دي نفس قدره جين اللي بينسخ نفسه الاف النسخ، يعني مش ده جسمه الحقيقي. النومو بيهاجم على اندي فور، واندي فور بيتصدى ليهم بالنار بتاعته، وبوم المستشفى كلها بتتملي بوحوش النومو، وبيظهر الجسد الحقيقي واقف قدام شيجاراجي وبيقول له لا انا مش هسمح لكم انكم تدمروا او تاخدوا التحفه بتاعتي مني. وميراكو في طريقها
ليه ونازله طحن في النوم اللي في وشها. البنت دي جامده على فكره. الدكتور بياخد شويه ميزات وعاوز يهرب من المكان، لكن بيلاقي اللي بتكسر عليه الباب. ايوه دي ميراكو، قطعت النوم اشلاء اشلاء وجات له برضه. الدكتور بيتفزع من مكانه وبرابيره بتطلع على شنابه زي ما انتم شايفين، وميراكو بضربه ثانيه وبتكسر الانابيب اللي فيها نومه. واندي فور والباقيين طالعين عينهم فوق ولسه القتال مستمر ما بينهم. وميدوريا وبقيه فريق التعزيز بيخلوا المواطنين من المنطقه اللي قريبه من المستشفى. نرجع بقى لميراكو وهي بتهاجم على جراكي وعاوزه تضربه عشان تتاكد ان هو الحقيقي ولا لا، لكن وفجاه بتلاقي نومه صغير جاي من وراها وبيضربها في رجليها عشان تبعد الضرب عنه، وبيحاول يعمل نسخه من التين عشان يهرب، لكن البنت دي بتكون اسرع وبتديله برجليها وبتطيره. الدكتور بيلحق نفسه بيفعل بالجهاز اللي في ايديه النوم الخارقين، وبوم بنلاقي رجل قويه جدا في وش ميراكو بيطيرها بعيد، وبنشوف ان النوم دول غير كل النوم التانيين، يعني بيتكلموا وبيفكروا وبيخططوا وبيحللوا المواقف اللي هم فيها، وكلهم ثابتين على راي واحد بس وهو تدمير الابطال. بيوصل بطل تاني عشان يساعد ميراكو، لكن بيلاقي اللي بيطير عليه وبيرجعه الممر تاني، لكن بيكون عنده قدره التصلب وبيقدر يصد ضربه النوم ده. نرجع بقى لميراكو هي بتقدر تفوق من جديد، وبتكون عاوزه تضرب الدكتور ده عشان عاوزين يعرفوا هل الدكتور ده الحقيقي ولا نسخه منه. بتطير ميراكو من فوق نومه، واللي بالمناسبه الميزه بتاعتها اسمها ارنب، بتطير بسرعه خارقه وهي في اتجاه الدكتور، لكن في واحد من النوم بيطول جزء من جسمه وبيهاجم عليها. بتتفاداه وبتكمل برضه، لكن بتلاقي اللي جاي في وشها وبيهاجم عليها. بتحاول تتفاداها وبتلاقي اجزاء من الخشب بيحاوطها وبيمسكوها من ايديها، والاثنين النوم بيهاجموا عليها في نفس الوقت. لكن ده على مين يابا؟ بتقول لهم تعالوا يلا. البنت بتلف نفسها وبتضربهم بحلقه القمر، الله عليك يا بنت والله، وبتقدر تحرر نفسها وبتجري يمه الدكتور، لكن بتلاقي اللي واقف في وشها تاني، وفجاه بنلاقي اللي بيكسر لها دراعها من وراه، لكن البنت ما بتهتمش وبتستخدم رجليها بدل ايديها وبتهاجم عليه، وبسرعه جامده منها بتروح عند النوم ده وبتكسر له رقبته. البنت دي ملهاش حل والله. وفي اليمه الثانيه الابطال بيجروا عشان يهجموا على جمعيه التحرير. الواد ده بيقول هو انا بعمل ايه هنا؟ انا من الفئه المتوسطه، يعني مكاني مش هنا اصلا. بتقول البنت دي اهدى، احنا جالنا معلومات ان في شخص من الاعداء بيستخدم ميزه الكهرباء هنا، احنا بقى عاوزينك لما يهاجم علينا انت بقدرتك تسحب قوه الكهرباء بتاعته دي فيك. والواد ده عنده ميزه انه بيقدر يشحن نفسه بالكهرباء. يلا يا عم الكهرباء جايه لك ببلاش اهي. بعدها بنشوف واحد من جمعيه التحرير وهو عرف ان هوكس جاسوس وشافه عن طريق الكاميرات، وكمان عرف ان الابطال جايين. الواد لسه ما كملش كلامه وبيلاقي اللي بيفشخ عليه الصوت. الابطال بيهجموا على المكان والدنيا بقت خرابه على الاخر، وفجاه الشخص اللي بيخرج كهرباء من جسمه وصل هو كمان. الواد بيعمل عليهم هجوم من الرعد كان هيفشخ الابطال كلهم، لكن بتشوف الواد ديكون ده بيتحرك بسرعه جامده وبيروح يصد كل الكهرباء دي وبياخدها جوه جسمه، والكل بيبدا يحييه. بعدها بيحاول يهاجم عليهم تاني، لكن بيجي للبطل ده وبيقول له ريحنا بقى. الابطال بيهجموا من كل مكان وبيهزموا فيهم الواحد ورا التاني، وهوكس بيقدر يثبت جين بالريش بتاعه. الواد ده عينيه بيتدمع من كتر ما كان فاكر ان هو الصديق ومش هيخونه، بيقول ازاي كده في كل مره بحاول اساعد اصدقائي ولكن بفشل برضه. جين بيتعصب جامد وبيطلع نسخ كتيره منه، لكن بتكون ضعيفه جدا وبتدوب على طول. بعدها بنشوف الابطال وهما بيقولوا انه لقوا ممرات كتيره بتوصل لتحت الارض، وهم عاوزين يسدوها بسرعه عشان فيها عدد هائل من جمعيه التحرير، ولو طلعوا فوق عندهم ممكن يخسروا قدامهم. الواد ده بيتحول لشكل الهجين بتاعه وبيهاجم على الكل، وبيفتح لهم طريق قدام الممر. بيطير الواد ده وبيستخدم ذل الظلال وبيهاجم على الممر ده عشان يدمره، لكن بيوقفوا الشخص ده وبيتصدى ليه، لكن برضه بيقدر يتغلب عليه ويطيره. وبيشوف حاجه بيخلي الظلال ده يرجع بسرعه، بيعرفوا انه شاف وحش هناك، لكن بيعرفوا اللي معاه ده انه ما يقلقش عشان جات لهم معلومات انه مش هيتحرك الا لما شراجي هو اللي يامره، وبيدمروا الممر من هناك وبيمشوا. نرجع بقى لهوكس وهو نازل تقطيع في النسخ دي، وبيكون ليه الكفاءه العليا في المكان، لحد ما هوكس بيقدر يجرحه ببطنه، لكن وفجاه بيلاقي اللي بيهاجم عليه من وراه ده بيسحب النار الزرقاء. يا صديقي قد وصل. بيهاجم على هوكس مره ثانيه، لكن بيلحق نفسه بيتفادى ضربته وكمان بينكس جين لانه كان هيتصاب من النار هو كمان. وبنشوف ان بسبب الهجوم ده خسر كتير جدا من الريش بتاعه، وفجاه جين بيطلع نسخه منه وبيمسك بيها هوكس وبيقول له دوبي بسرعه اهجم عليه، وفعلا بيهاجم عليه وبتيجي فيه. بيقول ده بالجين روح انت بقى وسيبني انا اتعامل معاه، لكن بيلاقي اللي جاي له في وشه من اليمه الثانيه. ايه ده؟ هوكس استغل دفعه النار بتاعه دبي ولف من اليمه الثانيه، لسه هيهاجم على جين وبيلاقي اللي بينادي عليه باسمه. الواد بيتشتت وبيقف في اخر ثانيه. دبي بيهاجم عليه مره ثانيه لكن بيتفاداها برضه، بيقول ازاي ده هيعرف اسمي؟ انت مين بالظبط؟ بيحاول جين انه يهرب، لكن وفجاه بيلاقي السيف بتاع هوكس راشق فيه. وفي اليمه الثانيه الابطال نازلين ضرب فيهم وقدروا انهم يمسكوا الشخصين دول، لكن بيجي جين وبيفضل يضرب في البطل ده لحد ما يقتله. بيقولوا له يلا نهرب مع بعض، بيقول لهم لا امشوا انتوا. هوكس نال مني وكمان وقعت على دماغي وبنزف دم ودي اخر نسخه ليا، وجيت بس هنا عشان اودعكم، انتم اكتر ناس حبيتهم في حياتي. وبتتحول النسخه بتاعته لتين وبيموت جين. نرجع بقى لدبي هو لسه بيهاجم على هوكس وحرق كل الريش بتاعه، بيقول له انت ازاي تقتل صديق ليا؟ بيقول له الشكل ده مش شكل واحد حزين على صديقه، بيقول له اسكت انت، انت تعرف عني ايه اصلا؟ انتم مدعيين انكم ابطال وما تعرفوش اي حاجه عن البطوليه اصلا. بيساله هوكس انت مين بالظبط؟ لكن بيقول له حاجه بصوت واطي وما نعرفش هو قال له ايه بالظبط، وبيقول له يلا مع السلامه انت بقى، وبيهاجم عليه. بعدها بنشوف القابو تحت والوحش ده قاعد على جنب كده ومعاه
جهاز ارسال لاسلكي وسامع بيه كل حاجه، لكن ما بيقدرش يتحرك الا لما شراجي يامره وبس. نرجع بقى للمستشفى وبنشوف اندي فور وهو قادر يوصل للممر اللي بيودي لشراجي على طول، لكن بيلاقي النومو ده سادد الطريق وبيهاجموا عليه كلهم مع بعض. بعدها بنشوف ميراكو وهي لسه بتقاتل النومو. البنت دي قايمه بيهم كلهم الصراحه، بتقول انا لازم ادمر الكبسوله بتاعت شيجا راجي ده قبل ما يكون اقوى من كده. النومو مش سايبينها وعمالين يجرحوا فيها المره ورا الثانيه. البنت بتفضل تقاوم برضو لحد ما بتوصل عند انبوبه شيجا راجي. وفي اليمه الثانيه اندي فور دخل هو واللي معاه ونازلين طحن في النومو هم كمان، لكن النومو دول برضو بيكونوا اقوياء جدا وبرضو بيقاوموا ضد اقوى الابطال. لكن في النهايه بتقدر ميراكو انها تكسر كبسوله شيجا راجي، لكن مش كلها وبتقع على الارض. بيوصل اندي فور وبيحاول يعالجها باللهب بتاعه، وبيجي دي جي وبصرخه واحده منه بيفجر الكبسوله دي وبيخرج منها شيجا راجي وبيقع على الارض، بس بيكون فاقد الوعي. وكمان بيضرب الدكتور ده وبياخده معاه عشان عاوز يوقف النوم دول. بعدها بنشوف شيجا راجي وهو بيفتكر ذكرياته مع عيلته اللي ماتت، وبيظهر اول فول وان وبيقول له تعالى معايا. بيحاول عيلته انهم يمسكوه لكن بيحولهم لتراب كلهم، وبينضم الاول فور وان. وفجاه صعق الكهرباء بتتدرب في شيجا راجي وبيقف من جديد، وبيقول ان حلم المنتظر هيبدا دلوقتي، اباده الابطال هتتحقق دلوقتي. وفي اليمه الثانيه الوحش العملاق بيقف على رجليه وبيقول ان شامم ريحه سيده رجعت من جديد. بس يا ترى هل فعلا الابطال دي هيقدروا يتغلبوا على شيجا راجي ولا لا، ولا شيجا راجي هو اللي هيحقق حلمه وهينتصر عليهم في النهايه؟ كل ده هنعرفه في الحلقه الجايه. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وسلام.